اليوم في هذه الايام هذه في هذه الخمس ايام الرئيسه تتواجد خارج التراب الوطني وخلات واحد الرساله للسيد العامل تخبره فيها بانها بان من ينوب عنها هو النائب الاول السيد العلوي الحمدي. فملي بدا السيد العلوي المحمدي كرئيس ممارس يمارس المهام ديالو بدا المهام ديالو القى العراقيل انه لا تتماشى معه الاداره، انها بمعنى انها اعطت التعليمات ديالها للمدير اولا والموظفين انهم ما يتعاملوش مع اي واحد في النواب، بمعنى اللي تيتفهم من هذا ان ما سبقاتش مؤسسه مقاطعه سيدي بليوط مؤسسه عموميه، اصبحت شركه خاصه أنها هي التي تدبر أمرها من جميع الجوانب، ولا علاقة للنواب ولا للمجلس ولا أي واحد بالتسيير داخل المقاطعة. إذا اليوم يوم الثلاثاء كما في علم السلطة وأن اجتماع المكتب يوم الجمعة بجميع أعضائه اجتمع وقرر على أنه يدير اجتماع يوم الثلاثاء مع رؤساء المصالح. فالسيد الرئيس ممارس اللي هو النائب الاول اعطى التعليمات ديالو للمدير على اساس انه يستدعي رؤساء المصالح باش يكون واحد لقاء تواصلي حول ما ينجز وما يجب انجازه داخل المقاطعه، الا انه المدير لما تكلم معه الرئيس يعني الرئيس الممارس النائب الاول قال ليه بانه خبر جميع رؤساء المصالح. ملي جاوا الاخوان ديال المكتب جاوا الاجتماع لقاو اولا القاعه مغلقه ما فتحوش القاعه ديال الاجتماعات، ثم ثانيا انه لم يحضر رؤساء المصالح لم يحضروا بدعوى انهم لم يتم استدعاؤهم من طرف المدير. والمشكل ان في هذه اللحظه اتخذ المكتب كله خدا قرار انه يعلم جميع السلطات منهم اولا رئيس الدائره الباشا ثم رئيس قسم الجماعات المحليه ثم السيد العامل في شخص السيد الشيف ديال الدي اجي ثم السيده العمده ان هاد الناس كلهم تخبروا، لان الى ما دارش حل المقاطعه سيتم التصعيد، وحنا كنا دائما نتفاداو لمده عام ونص نتفاداو هذا التصعيد هذا، لانه لا يمكن ان تسير المقاطعه بشكل انفرادي، ولا يمكن ان نقول ان النظام داخل المقاطعه نظام رئاسي، ان الرئيسه هي التي تدبر بشخصها فقط. نعم يجب ان تفوض للنواب ديالها والكل يشارك نواب واعضاء في التسيير ديال المقاطعه. هي انها فهمت هذه المساله فهمتها فهم خاطئ، انه تقول ان هي الرئيسه هي اللي عندها الحق تدير اي حاجه، كما قلت لك نظام رئاسي 100%، يعني لا 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 حق لاحد ان يعلم اي شيء عن المقاطعه، وهذا شيء خاطئ لم نراه في المجالس السابقه ولا في هذه المجالس الحاليه. انا تنوجه نداء ديالي اولا الرئيسة انها ترجع للغي ديالها وتفهم وتستشر من جهة، ثم ثانيا للسلطات المعنية منها العمالة منها الولاية منها المجلس الأعلى للحسابات، كل من يعني الأمر، أننا درنا عدة مراسلات وهذه المراسلات لم يتتم الاستجابة لها لحد الساعة، ونحن ننتظر أننا تنمشيو إداريين وننتظر أن يكون الجواب على الواقع. طلبنا إدراج نقاط بجدول الأعمال لم تبطل، طلبنا دورة استثنائية لم تلبى، لم يتم تلبية هذا الطلب. ما يمكنش نبقاو غاديين بهذه الطريقة، وإلا خصنا نقدموا استقالتنا. ما يمكنش نبقاو غاديين بهذه الطريقة هذه، أنه نمشيو بهذا التسيير، هو تسيير عشوائي، ونبقاو حنا مواكبينه أننا إلى متى يجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذه الظروف هذه حتى لا نصل إلى ما لا تحمد عقباه.